مرحبا برج الميزان، القراءة العاطفية. أنت في طب، أنت برج الميزان، أنت معتدل الطاقة والمشاعر. أنت حاليا مشغول في أعمال خيرية للبعض منكم، للبعض الآخر أنتم معتدلين كطاقة عامة، يعني بين العقل والقلب والمنطق، واحتمال منكم انتوا في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية. انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبفكر كتير، شايفه كمان وماخد على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في أعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصة. إذا أنتوا كنتوا منفصلين، والشخص ده احتمال يكون شخص كبير سنا أو شخص متزوج، أو أنتوا إذا كنتوا في زواج، هذا الشخص احتمال أنت شايفه هو بفكر في الأموال و بعيد حساباته في المال، لأن أنت في طاقة السكس أوف بانتكال. احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا، وانت بتحاول تعطيه، تحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. الشخص هذا هيبريستس. واو، شو الطاقة الضخمة هذه. الشخص هذا بيخفي عنك شيء من الهموم، او بيخفي مشاعره. الشخص ده يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولانجات والدث. ما اعتقدش هيقلها. هو الشخص هذا احتمال، لانك انت شايف برضه هارمنت، احتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبيه جدا جدا جدا، طاقته سلبيه. خلينا اشوف ليش هي بيستريس طاقته. دبل، مع انه عنده طاقته تختلف هون، يعني بس اشوف ليش طاقته هي بيستريس. احتمال الشخص هذا غادركم، بتاعت فجأة رحل عنكم، وراح يبحث عن وضعه المادي. وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم، لهيك انتم شايفين الهرمون، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأن عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري، بتوزعوا للمحتاجين والفقراء. انت بطاقتك المتوازنة، يعني انت مفيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص ده بس انه ملقش تعبان، هذا الشخص بس هو في طاقته العامة. خلينا اشوف، هو في الكوين، هو زعلان، هو قاعد لحاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء. طاقته البيج، لكنه بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه هو شخص غامض. يمكن على فكرة هو شخص غامض، شخصية غامضة. الشخص هذا بحب يخبي جواه وما يظهرش للآخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء، احتمال عنده ادمان لشيء معين. هو شخص غامض،
وكتومه وبيحاول يتغير. على فكرة واحتمال شايفكم انتوا تبعدتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة نطاطا لكوين اوف بنتكل، بس انا حاسة انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مال، استقرار مادي. الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، او الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك انت يا برج الميزان، من طرفه هو، يعني هو مع شخص طرف اخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الاموال والاستقرار. هو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، أو الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس إنه في شخص انطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكو اللي أنتوا فايتين تشوفوله، سواء كنتوا في زواج أو في انفصال، فالشخص هذا في حدا انطنشه بسبب المادة أو استقرار العائلي، لأنه هو داخل طرف ثالث. إما شخص، إما امرأة نرجسية أو شخص نرجسي اللي من الأشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه إلى اللي بده يستقر ماديا حتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي أسري. احتمال الشخص ده متعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. الشخص ده بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل هموم كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كيف احكي لكم، حامل هم مفروض هو ما يعني ما يحمل، بس هو محمل نفسه فيه أو مدخل نفسه فيه. مخفي سر هذا الشخص، بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته. حاول إنه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعاً إنه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف آخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون إنه إذا أنتوا كنتوا منفصلين، فهذا الشخص شايف او يعني المشكله بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو فيش طرف ثالث بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالماده المال، يعني بيعاني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب
ان عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه. من البعض منكم خلينا احكي لكم الابراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل ابراج ورا بعض، وبرج العقرب احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكرة، وبرج الجديد، وكمان برج الثور. بس طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص التعبان. انا مبدئيا بحكي لك الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس انه انتو الاستقرار والعائلة. ليش؟ هو بسبب التوأم. الشخص اللي دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعر راحت لكم وحس انه انتو الامان او انتو الاشخاص اللي راح تحتوي، فهو شايف انه انتو العشر نقود، الاستقرار بالعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال. عشان هيك بذكركم احتمال تكونوا انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتو الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي كاجة اجد صحوة حسست انه انتو الاستقرار والحياة الصح. طب خلينا اشوف ليش الطول تنتقل. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. اعتقد هاي طلعت في طاقته الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، او الصاعقة اللي صارت في حياته تكتم عليه. الشخص هذا اما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما اكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لانه عارف انه هو غلط في حقه، وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا اخذ حقه منه، عرف انه هو مديون لكم لانه انتوا كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين، وكنتوا انتوا بالنسبه له الاسره والعيله والبيت والامان والحنان والدفع يعني. فالشخص هذا مشاعره من ناحيتك هيك لانه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبة هون برج الاسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك انت مستقر، مع انه هون يعني انه الشخص، بس لا رؤيته غير لك. طيب خليني اشوف كيف ساعدتني في القراءة اكتر، لأن الشخص هذا طاقته شوي يعني عنده مشكلة غيركم انتو، عنده انفصال آخر غيركم انتو. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل، او اذا كان رجل او اذا كانت امراه دخلت في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. ما يعني بعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم، وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسديه والعاطفيه المتكرره لانها تدل على التوجيه الالهي. احتمال انه انت تجيك اشارات جسديه
من ربنا، مثلا تحس انه صدرك ارتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حاسس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخد، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو وجهك لشيء معين. انا اعتقد ان الكارت الف من الشيء. خلينا نشوف الرومانس. تحرر معي، انا شايفك انه انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، الرمق الاخير، اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود. Free yourself. It's time to... هلا اجى وقت انك تتحرر من الدائرة اللي انت فيها. Take back control of your life. يعني انت لازم تتحرر من القيود اللي حواليك. اعمل لنفسك كنترول، تحرر. انت تعبان يا برج الميزان، بس بدك تخبى علينا والشخص بده يخبى علينا، احنا خلاص نسكر الكرة. طيب هو شايفك كيف؟ هو شايفك الكينج اوف بنتيكال، شايفك انت مستقر، وشافك انت مش معطيه أهمية، وشافك انت بتراقب في عملك وإنجازاتك، وانت شخص صبور جدا جدا، وشايف شخصيتك انك انت صبور صبور جدا، انت في طاقة ترابية، شايفك شخص ترابي، شايفك صبور جدا، شايفك انك انت بتحب تعطي عملك حقه، وانت بتوقف فوق عملك شخصيا. لو انت كنت مدير او حتى رب أسرة، فانت شخص بتحب ان كل الانجازات اللي تصير في حياتك انت تكون على رأسها، وكمان انت بتحب تكابر لعملك لحتى توصل للنجاح، وكمان وشافك انك انت احتمال تكون شخص مش مادي، لكن بتحب الاستقرار المادي وتبحث عن المادة، او يعني تبطل احتياجاتك. مش انك شخص انت نرجس، لا طبعا كلنا نرجسيين، لكن في كل شخص النرجسية بتكون يعني في بتكون متوازنة، في بتكون هابطة جدا، في بتكون متعالية. فهو شافك الوسط، انك انت شخص بتميل لحب نفسك، لكن بطريقة انك انت تكون متوازن اللي انت فيها يا برج الميزان الموازنة. وكمان هو بيشوفك انه انت كيف يعني بتحب انك انت توفر احتياجاتك وما تطلب احتياجاتك من الاخرين، فانت بتحب تتابع في عملك وتجتهد في عملك، لو حتى في المنزل، لو حتى انت ام بتحبي انت تكوني سيدة المنزل، انت تعمل كل اعمال المنزل في ايدك انت، مش حدا يساعدك. هو شايفك انك انت معتمد على نفسك جدا جدا في كل شيء، وهو معتمد عليك في كل شيء، لانه هو شايفك انه انت تتنازلي ومستعده تعملي كل شيء في ايدك انت، عشان انت تطمني اطفالك بخير، عملك في خير، كل شيء في خير. المهم انك انت تحسي بالسكينه والطمانينه. وشايفك انه انت يعني عندك شوي كبرياء او شوي من النرجسيه، مش النرجسية طبعا
لأن النرجسية بتيجي واحد اتنين تلاتة، يعني بتيجي تيجي متأزمة، حالة متأزمة، حالة مرضية يعني. وفي كل شخص طبعا نرجسي هو بحب يحافظ على كرامته، بحب يحافظ على كبريائه، فهو شايف ان انت شخص بتحب تحافظ على كبريائك وبتحب تكون مستقر وما تحتاج حدا ولا هو نفسه تحتاجه. حتى لو يعني انك بدك شيء انت يعني تروحش تطلبه منه او تخليه انه تطلب حاجتك، لو انت محتاجه أقول لازم يكون حقه حقك عليه، لكن تتنازل عن هذا الحق مقابل انك انت ما تحسسش انه انت محتاجه. يعني يعني كانه مع انه غلط عملك هيك، ولازم يكون اذا كان هذا زواج سابق او انتوا في زواج فعلا والشخص هذا متبعد عنك وفي شوي زعزع في العائله، غلط انك تخليه يعتمد عليك في كل شيء. الاعتماد هذا بدمرك انت مش بدمره هو، هو راح شاف اتجاه تاني لانه شافك انك انت مخلص له كل مصالحه او بتعمل له كل شيء، فاعتمد عليك انه مثلا ترك لك الاسره انه انت ترعاها وانت توقف ترتب لهم كل شيء، فشافك شوي انه انت كبرك او كبريائك بس تيجي لعند ربك انه هو ما في حدود ما يتخطاهاش وباقي مش مشكله قادر تحمله. انه مثلا ما يشتمكش بكلام لا يليق فيك، هيك انت رح توقف عند حده. بس انه هو يطلب منك مثلا المساعده بتلبيها لو كانت عبء عليك وهو قادر يعملها، بس هو رمى العبء هذا عليك مش مشكله انت بتلبيها، هو شافك انت معتمد عليك فعشان هيك هو شافك انك انت الاستقرار، وكنت بالنسبة إلى استقرار عائلي يعني كان معتمد عليك كل شيء، والأمان والطمأنينة والاعتمادية. أنا حس الشخص كان معتمد عليك جدا 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 جدا. التفت ما الذي تتشبث في شيء أنت متشبث فيه، التفت عليه في أنت متشبث شيء أنت متشبث فيه راسك في هذا الشيء، فبقول لك التفت إلي. يعني انتبه عليه الاشي اللي متشبت فيه، انتبه عليه، خليك ايجابي، ايجابية. بس هذا الشخص على فكرة شافك انك انت طويل بال او انت بتخطط قبل ما تفعل، يعني في عندك يعني بتخطط لقدام. التفكير الإيجابي والإيمان سوف يجلب لك الرومانسية. إذا أنت شوي متشائم وأنت شايف هذا الشخص أتعبك فخليك إيجابي، لأنه الإيجابية هي مش بس بتجيب بس الرومانسية والحب، كمان بتجيب لنا طاقة إيجابية نحس حنا إنه إحنا عايشين وإحنا مش نخلي الحياة هي اللي نستناها تتغير ونضل متشائمين. لا، خليك ايجابي واشتغل وكون يعني شوي عندك تجاهل للامور اللي هي مثلا بتعبك. اترك الظلم اللي انت مرقت فيه، اتركه لله. اذا الشخص هذا اتعبك كثير فاتركه لله، ربنا بنتكون. فخليك ايجابي واستقبل كل شيء في ايجابيه وشوف الحياه بايجابيه عشان انت تكون شخص يعني تحس ان الحياة حلوة، مش تحس ان شخص غدرك او شخص او كذا وكذا وكذا. كنا بنمرق بظروف لكن لازم نكون ايجابيين ونحكي قدر الله ما شاء وفعل. يعني ربنا هو اي اشي احنا بنمرق فيه في الحياة صدقوني يا جماعة هو كتبناه، وكل شيء من الله شيء جميل ان كان سلبي او ان كان ايجابي. حكيت لكم على الأبراج، شو خطوة هذا الشخص، شو نوايا من اتجاه بدأ أدئلك، شو نوايا من نشوف لأنه هو قاعد بدأ أدئلك بدأ أدئل صمت. الشخص هذا بروحك شو ردات فعلك، لكن عامل حاله أنه
متنشط ومتباعد عنك. بيشتغل الشخص، خلينا نشوف شو بيشتغل. في شيء بدي يعمله لكن بطولة بال، مش بتسرع، لأنه حاس حاله إنه بسرعة أول مرة. وناوي إنه يستقر معك ويرجع. إذا أنتوا كنتوا في انفصال فالشخص هذا ناوي يرجع، وهو بحبك جدا 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 جدا، وهو بيشتغل على إنه يصير في تسامح بيناتكم. الشخص هذا بده استقرار، استقرار نهائي خلص، يستقر معك أنت ويبطل يلف ويدور ويلف ويدور، لأنه هو مجرب إنه في شخص طنشة. يعني ما اعتقدش انه هو هذا نفس الشخص، يعني الكوين نطاقته الكوين من البيت مش ظابطه مع بعض نهائيا. انا احكي لك انه هو الكوين والشخص الطرف اللي تركك عشانه هو البيت، لانه برضه ظاهر عندي هون انه هارمن شخص ناضج، وكمان انه هاي بريستس وشخص برضه حامل العشر سولانجاب والدث، يعني الشخص هذا ناضج مارق في حياته، هو بخطط انه كيف يصلحك ويصلح كل، يعني كل اشي هدفه. وشايف انه انتم انفصلتوا عن بعض، احتمال انه صار في انفصال بورق المحكمة لبعض منكم. طبعا كل واحد هو بيعرف قصته، برج العذراء وبرج السرطان، فهو بده استقرار الشخص. وخطوة القادمة انه بده يطلب منك التسامح. الشخص هذا يحبك ولكن بده عارف انه قصتكم بدها تسامح، وبدها شغل كتير ويعوضك في خساراتك. فخليني اشوف برضه اذا يعني ليش بده يقدم لك الاسف كارس، الناس يكون انه يكون يشتغل شيء مادي، بده ياخذ منك شيء مادي، مع انه انا مش شايفه اشي مادي، يعني انا شايفه اشي يعني حب او يرجع للطمأنينة اللي كان هو نفسه. على فكرة الشخص هذا نفسه يرجع الى المنزل، العودة الى المنزل، العودة الى الحنان والدفء ودوشة العيلة، او اذا انت كنت شخص حنون عليه وكنت تسأل عنه وكنت مثل الاسرة بالنسبة له، فهو نفسه يرجع هذا الشخص لهذا الشعور. هو بفكر فيه جدا 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 وبده يستقر معك، بده يرجع للشخص. برج الحمل يا جماعة بينامش الشخص هذا، هذا الشخص بينامش نهائيا نهائيا، وهو برج يمكن من الحمل ويمكن يكون أبراج الترابية برج الشخص هذا، أو برج العقرب أو برج الحوت يعني. بس أنت تحرر، شوف الحياة الإيجابية، في أنت إيش متمسك فيه انتبه عليه وشوف الحياة بإيجابية عشان تقدر تكشف حقائق او اطلع من التعب. انت تعبان جدا، رح اخذ لك نصيحه برج الميزان لانه حاسك تعبان جدا. نصيحه لك، حط حدود للتعب خلص، كفي وقف عجريك وارجع دافع عن نفسك، وحط حدود لكل شيء. ولو الشخص هذا راجع ورجع لك، حط شروط، شروطك الصحيه، او ارفع الصور الصحي اللي بيكون بينك وبين الاشخاص او بينك وبين الشخص هذا. امسك برايك، تمسك برايك كمان، وارجع نشيط مثل زمان، وارجع عن يعني لانك انت هون تعبان وهون لا صحتك منيحه. لو انت كنت هون يعني قلت لك انت صحتك منيحه، بس انت صحتك تعبانه، برضه اهتم بصحتك. شكرا يا برج الميزان، لو سمحت اذا كنت معنا جديد في القناه اشترك، فعل الجرس ليوصلك كل جديد. بيحكوا لي يا جماعه شو قصتكم، لانه شكلكم تعبانين، كنت حابه يعني افتحكم اكثر من كده، بس خلص هاي الطاقه اللي طلعت معي، وكنت حابه اشوف شخصيه الشخص هذا شو مانه. بس خليني اشوف برضه شو الشخص هذا شو مانه برضه، مش راح اترككم متحيرين. الشخص هذا واللي خلص فضحتينا بكيف توضحوا اكثر مني، خلص سنف. بس خلص مش راح احكي اكثر من هيك. ف الله معكم، الله يكون بعونكم يعني برج الميزان، عن جد يعني
الله يعينكم، بس كونوا شوي إيجابيين عشان تقدروا تفتحوا عينيكم على الحقائق اللي بتصير. وحكولي رأيكم في الكرة، وهل هذه قصته، وشو هذا الشخص تركه لطرف آخر عشان تركه.